اهلا بيكم من جديد. وصلنا لفقره نبض 100 عقبه، وكالعاده دايما بنحب نبدا الفقره دي من داخل نادي الزمالك. تعالوا نروح على طول على النادي، ناخد من هناك زميلنا محمد ساهر عشان نعرف منه الجديد داخل النادي. يا ساهر نهارك ابيض واهلا بيك. مساء الخير عليك يا انجي، ومساء الخير على كل مشاهدي قناه الزمالك في كل مكان. ابرز الكواليس هنا داخل نادي الزمالك. الفريق الاول لسه مخلص تدريبه منذ نصف ساعه تحديدا. عبد الغني وعمر جابر ادوا تدريبات تاهيليه كده في الجيم، لكن كل اللعيبه نزلوا التدريبات. الحمد لله فتوح نزل شارك النهارده في التدريبات، ولكن لم يشارك في التقسيمه اللي حصلت في الاخر. مصر سوري يحذر اللعيبه من المباراه اللي جايه وعدم التهاون فيها مع مباراه طبعا اسوان المهمه جدا يوم الخميس القادم. لسه الونش يعني اصابه قويه جدا، ربنا يستر الفتره اللي جايه والونش يعود للملاعب وتكون اصابه خفيفه. معي الان الكابتن عادل الدسوقي، هنتكلم على اهميه المرحله القادمه ومباراه اسوان القادمه. كابتن عادل برحب بيك، وطبعا المباراه القادمه مباراه اسوان مهمه جدا بعد خساره الاسماعيلي، شايف المباراه ازاي واستعداد اللعيبه واسوريو نفسيا لهذه المباراه؟ برحب بكل الجماهير نادي الزمالك في كل مكان، واهلا وسهلا بك يا ساهر. وبالنسبه لمباراه الزمالك الجايه مع اسوان، مباراه مهمه جدا هنتعامل معاها بكل جديه وكل احترام، وهنحترم الخصم، وهيظهر وجه نادي الزمالك الحقيقي. نادي الزمالك اتعرقل، نادي الزمالك مستواه قل ونزل، ده يعني مش هو دي نهايه المطاف. نادي الزمالك زي ما قلنا قبل كده واقول كل مره هفضل اقول، نادي الزمالك نادي كبير، نادي بطولات، كل العالم كل انديه العالم معرضه ان يحصل دروب في المستوى. اللي شوف ليفربول دلوقتي الخامس او السادس او العادل اسوري يتعامل مع المباراه دي ازاي؟ وبيغير طريقه اللعب 4-1-4-1، يتعامل ازاي في هذه المباراه تحديدا؟ اتمنى ان شاء الله ان نتعامل المباراه بكل جديه، ونحاول ان احنا نلعب بطريقه اللعب المناسبه، ومنحاولش ان احنا يعني ايه نغير فريق اللاعبين كتير. زي ما قلنا قبل كده لازم اللاعب يلعب في مكانه المناسب اللي هو متعود عليه وفي قدراته عشان يقدر يدي. طب غياب الونش هيضطر دلوقتي حسام عبد المجيد ممكن يرجع مساك، يدفع بقى بعبد الغني، ولا يفضل حسام عبد المجيد ديفندر وعبد الغني اللي يرجع؟ يعني هيبقى في اكيد تحركات جوه الملعب الفتره الجايه عشان اصابه الونش. اتمنى من الكابتن مدحت عبد الهادي ان هو يكون اقرب اكتر من المدير الفني للفريق، ويتباحث معاه وياخد رايه، لان مدحت عبد الهادي راجل قديم وخبره وقيمه في نادي الزمالك وليه رؤيه. اتمنى ان هو يديله رؤيته في الملعب والمدرب يستفيد بيه، لان ده وقت الالتحام، وقت ان احنا نكون متجانسين مع بعض ومتحابين مع بعض عشان نقدر نوصل للزمالك بر الامان. لكن انا ما عنديش اي ذره خوف او احساس ان يعني ان الزمالك ينزل او يعني ينزل عن كده او يستقل عن كده. زي ما قلت لك قبل كده، فيش لاعب في نادي الزمالك جابه اللي هو كان مستواه عالي وكان نجم في فريقه. فاتمنى من اللاعبين بصرف النظر عن اي مكان، انت بتمثل نادي الزمالك، قيمتك في نادي الزمالك، طول ما انت بتدي بجوه واخلاص واحترام، بتحترم الناس، اسمك هيعلى. طول ما انت يعني بتتخاذل او مستواك بيقل او ما بتديش اللي عندك، هيقل من مستواك وهيقل من قيمتك في مش نادي الزمالك بس، في الكره المصريه كلها. شكرا كابتن عادل، وقتنا جري بسرعه عشان اذان الظهر، يعني بشكرك ورسالتك وصلت للعيبه اكيد. اشكرك، واتمنى ان شاء الله نكون بدايه الانتصارات، ان عايزين نعرف النادي اسوان ده هو كان بدايه انحدار نادي الزمالك، ان شاء الله احسن ان شاء الله. اشكرك. شكرا للكابتن عادل سوقي طبعا انجي، وان شاء الله مزيد بالانتصارات الفتره القادمه. النهارده كوماندوز اليد كريكوس الاثيوبي هيكون في دور الثمانيه، مباراه قويه في كاس الكؤوس الافريقيه لكره اليد. نتمنى ان شاء الله البطوله السابعه لكره كوماندوز كره اليد. نتمنى التوفيق لكل الالعاب داخل نادي الزمالك. الان بالتاكيد عوده ليكي يا انجي في الاستوديو. اليكي شكرا جزيلا طبعا زميلي العزيز محمد ساهر. الشكر ايضا موصول لكابتن عادل دسوقي طبعا.